السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. درسنا لليوم القطوع المكافئة من مقرر ريض 263 للصف الثاني ثانوي المستوى الفيزوري. نبدأ بأهدافنا لليوم. هدفنا الأول أن نحلل معادلة القطع المكافئ، أما الهدف الثاني فأن نمثل القطوع المكافئة بيانياً. هدفنا الثالث أن نمثل معادلة بالصورة العامة بيانياً. الهدف الرابع أن نكتب معادلة القطع المكافئ. نبدأ الآن بمعادلات القطوع المكافئة. القطع المكافئ هو مجموعة النقاط جميعها في المستوى التي يكون بعد كل منها عن نقطة معينة تسمى البؤرة، مساويا دائما لبعدها عن مستقيم معلوم يسمى الدليل، وتسمى النقطة المستقيمة المارة بالبؤرة والعمودية على محور التماثل بالوتر البؤري، ويقع طرفي الوتر البؤري على القطع المكافئ. نلاحظ في الرسمة الدليل وهو خط مستقيم، ولدينا أيضا محور التماثل، الرأس، البؤرة، وهذا يسمى الوتر البؤري. ننتقل إلى الصورة القياسية، ولدينا صورتين لمعادلات القطوع المكافئة. الصورة الأولى y تساوي a قوس x ناقص ال h لكل تربيع زائد ال k. اتجاه فتحة القطع تكون عندما a أكبر من صفر فتكون إلى أعلى. أما إذا كانت الـ A أصغر من الصفر فتكون الفتحة القطع المكافئ إلى أسفل. أما الرأس فهو H و K، معادلة محور التماثل X تساوي H، البؤرة نلاحظ الآن. نلاحظ أن الـ X هو H، لكن في الـ Y تكون K زائد 1 على 4 A. معادلة الدليل Y تساوي نفس الصورة القياسية، صورتنا القياسية Y، فمعادلة الدليل Y تساوي، ونلاحظ أن في البؤرة استخدمنا الزائد K زائد، في معادلة الدليل K ناقص 1 على 4 A. أما طول الوتر البؤري فهو مطلق 1 على A وحده. أما الصورة القياسية الثانية لمعادلات القطوع المكافئة ستكون X تساوي A قوس Y ناقص الK لكل تربيع زائد الH، ستكون إلى اليمين في حال كانت الـ A أكبر من الصفر. ونلاحظ وستكون إلى اليسار عندما تكون A أصغر من الصفر. الرأس سيكون H و K، أما معادلة محور التماثل Y تساوي K البؤرة. نرى في البؤرة أن في الـ X ستكون H زائد 1 على 4 A، والواي ستكون K. معادلة الدليل بما أن الصورة القياسية X فستكون X تساوي H ناقص 1 على 4 A، ورد أكرر أن في البؤرة يكون زائد، في معادلة الدليل يكون ناقص. الطول البؤري يسمى يكون مطلق 1 على A وحده. ننتقل إلى معلومة أخرى عن الصورة القياسية، وهي لمعادلة القطع المكافئ رأسه النقطة H و K، معادلة محور التماثل X تساوي الـ H، فستكون Y تساوي A قوس X ناقص الـ H لكل تربيع زائد الـ K. إذا كانت الـ A أكبر من الصفر فإن K هي القيمة الصغرى للدالة، ويكون القطع المكافئ مفتوحا إلى أعلى. إذا كانت الـ A أصغر من الصفر فإن الـ K هي القيمة العظمى للدالة، ويكون القطع المكافئ مفتوحا إلى أسفل. أما الصورة العامة لمعادلة القطع المكافئ فتكون على صورة Y تساوي AX تربيع زائد BX زائد C، ويمكن كتابة الصورة العامة لمعادلة القطع المكافئ على الصورة القياسية، ويعتمد شكل القطع المكافئ والمسافة بين البؤرة والدليل على قيمة A في المعادلة. ننتقل الآن إلى المثال. يقول المثال اكتب المعادلة Y تساوي X تربيع ناقص 8 X زائد 13 على الصورة القياسية، ثم حدد كل من الرأس ومعادلة محور التماثل واتجاه فتحة القطع المكافئ.
نلاحظ أن الـ A تساوي 1 وهي معامل الـ X تربيع، الـ B تساوي سالب 8 وهي معامل الـ X، أما الـ C فستساوي 13. نلاحظ أننا وضعنا قوس بين في داخله الـ X تربيع والـ X. نريد الآن أن نكون مربع كامل، فسنضيف للقوس عدد ونريد أن نعرف ما هو العدد، وأيضا عندما نضيفه يجب أن نطرحه مرة أخرى في المعادلة من الخارج حتى لا نؤثر ونخل بالمعادلة. من أين نوجد هذا العدد؟ سوف نأخذ قيمة البي ونقسمها على 2 ونربع الناتج، فستصبح سالب 8 على 2 لكل تربيع ويكون الناتج 16، فننتقل ونضعه في المعادلة، فستكون X تربيع ناقص 8X زائد 16 زائد 13 ناقص 16. نلاحظ هنا موجب وهنا سالب، ودائما هنا نضعها بالموجب. الآن نريد أن نكون المربع الكامل، كيف سنحصل عليه؟ نلاحظ أن 16 هي المربع الكامل للعدد 4، وبما أن إشارة 8X بالسالب فسنقول X ناقص 4 لكل تربيع، وناتج 13 ناقص 16 بسالب 3. إذن في هذه الحالة لدينا الـ A تساوي 1، الـ H تساوي 4 لأن دائما نأخذ الـ H بعكس الإشارة، أما الـ K ستساوي سالب 3. إذن يقع رأس القطع المكافئ عند النقطة 4 وسالب 3. أما معادلة محور التماثل فستكون X تساوي H، إذن X تساوي 4. اتجاه فتحة القطع المكافئ بما أن الـ A 1 فهي أكبر من الصفر، إذن ستكون تتجه إلى أعلى لأن معادلتنا بالواي. ننتقل إلى المثال التالي الذي يقول اكتب المعادلة X زائد 3Y تربيع زائد 12Y تساوي 18 على الصورة القياسية، ثم حدد كل من الرأس ومعادلة محور التماثل واتجاه فتحة القطع المكافئ. نرتب المعادلة، ماذا ستكون؟ X تساوي أو Y تساوي؟ نلاحظ أن لدينا Y تربيع والY، إذن ستكون معادلتنا X تساوي، ننقل سالب 3Y تربيع وموجب 12Y إلى الطرف الثاني، فستصبح معادلتي X تساوي سالب 3Y تربيع ناقص 12Y زائد 18. نكرر ما فعلناه في المرة السابقة، ولكن في البداية بما أن لدينا أمام الY تربيع عدد فسنأخذه كعامل مشترك، ونقول سالب 3، فخذينا سالب 3 من الY تربيع وخذينا سالب 3 من سالب 12، فصار عندنا Y تربيع زائد 4Y. نكرر أننا سنحتاج إلى عدد لنكون المربع الكامل، وفي نفس الوقت عندما أضيفه يجب أن نطرح مرة أخرى، ولكن بما أن لدينا عامل مشترك أخذناه فسنقول سالب 3 في العدد. ما هو العدد الآن؟ بما أن البي تساوي 4 فنقول بي قسمة 2 لكل تربيع، فتساوي 4 قسمة 2 لكل تربيع تساوي 4. إذن سأضيف 4 للمعادلة فستصبح عندنا سالب 3 قوس واي تربيع زائد 4Y زائد 4 زائد 18 ناقص سالب 3 في 4، واللي هو عبارة عن سالب 12. نكون المربع الكامل ونعمل قوس، فنقول سالب 3 قوس واي زائد 2 لأن الأربعة هي عبارة عن المربع الكامل لـ2، فنقول واي زائد 2 لأن بعد إشارة المعامل الواي بالموجب فنأخذها في القوس بالموجب، فنقول زائد 2 لكل تربيع 18 زائد 12 بـ30. إذن الآن أصبحت لدينا الـ A تساوي سالب 3، الـ H تساوي 30. ليش خذيناها الـ H بـ30؟ لأن معادلتي هي X، لما تكون المعادلة في الصورة القياسية بX تكون العدد اللي في الخارج بروحه نقول عنه H، فالـ H تساوي 30، أما الـ K ستساوي سالب 2. يقع رأس القطع المكافئ عند النقطة
اللي هي 30 وسالب 2. أما معادلة محور التماثل فسنقول y تساوي k، إذن ال y تساوي سالب 2 اتجاه فتحة القطع المكافأة، بما أن ال a أصغر من الصفر أول شيء، ولأن عندنا x فستكون إلى اليسار. ننتقل الآن إلى هدفنا الثاني، وأن نمثل القطوع المكافئة بيانيا. نلاحظ الرسمة، يقول لي لقد تعلمت سابقا أن التمثيل البياني للمعادلة التربيعية y تساوي a قوس x ناقص ال h لكل تربيع زائد ال k هو ناتج إزاحة التمثيل البياني للدالة الأم y تساوي x تربيع، حيث يتم إزاحتها أفقيا بمقدار h وحدة ورأسيا بمقدار k وحدة، كما يحدث له انعكاس أو توسع اعتمادا على قيمة الـ A. الآن ننتقل إلى السؤال الذي يقول مثل المعادلة y تساوي 2x تربيع بيانيا. نعلم أن الصورة لدينا y تساوي a قوس x ناقص الـ h لكل تربيع زائد الـ k. إذن الـ h تساوي 0 والk تساوي 0 في حالة سؤالنا. نضع الـ h في وسط الجدول ونعوض في المعادلة بعد أن نأخذ قيمتين أكبر وقيمتين أصغر. فعندما نعوض بالصفر تصبح الناتج الواي صفر. نضع النقطة صفر وصفر. الآن ننتقل إلى النقطة التالية سالب واحد، بعد التعويض ستصبح اثنين، فالنقطة سالب واحد واثنين ونمثلها. النقطة الثالثة سالب اثنين وثمانية نمثلها، والنقطة الرابعة واحد واثنين ونمثلها أيضا. أما النقطة الأخيرة فستكون 2 و8 ونضعها في الرسم البياني. الآن نرسم شكل التمثيل البياني للدالة التربيعية وأصبحت لدينا كالتالي. ننتقل إلى المثال التالي الذي يقول مثل المعادلة y تساوي سالب 2 قوس x ناقص الواحد لكل تربيع زائد 3 بيانيا. نلاحظ أن لدينا ال h تساوي 1 وال k تساوي 3. نضعها في وسط الجدول الواحد، نأخذ قيمتين أكبر وقيمتين أصغر، ثم نبدأ بالتعويض. فعند الواحد تصبح واحد وثلاثة النقطة فنمثلها، النقطة التالية صفر وواحد ونمثلها أيضا. أما النقطة الثالثة فسيكون سالب الواحد وسالب الخمسة نمثلها، ثم النقطة الرابعة اثنين وواحد بعد التعويض أكيد، فنضعها في التمثيل في المستوى الإحداثي. النقطة الأخيرة 3 وسالب 5 وستكون كالتالي. نرسم الشكل البياني ونلاحظ أن لأن الـ A بالسالب فاتجاه فتحة رأس القطع المكافئ إلى أسفل. الآن يقول مثل المعادلة 1 على 8 x زائد 2 لكل تربيع ناقص الواحد بيانيا. نلاحظ أن الـ A تساوي 1 على 8 والـ H تساوي سالب 2، أما الـ K ستساوي سالب الواحد. إذا الرأس عندي سيكون سالب 2 وسالب الواحد. معادلة محور التماثل ونضعها في الرسم. معادلة محور التماثل ستكون X تساوي سالب 2. نرسمها. البؤرة نلاحظ أن H مع K زائد الواحد على 4 A، فنعوض راح تكون عندي سالب 2 وواحد أيضا نمثلها. أما معادلة الدليل فهي y تساوي k ناقص 1 على 4 a ونعوض فستصبح y تساوي سالب 3 ونمثلها أيضا. أما الطول البؤري ففي الحالة 1 على مطلق ال a وحدة، إذا سنقول هي 8 وحدات. نلاحظ أن لدينا 4 وحدات يمين البؤرة وأربع وحدات يسار البؤرة. أما الآن ننتقل إلى السؤال التالي التابع للهدف الثالث، مثل المعادلة 4x ناقص y تربيع تساوي 2y ناقص 11. يجب أن نضع المعادلة في الصورة العامة فنرتبها في البداية، فنقول 4x تساوي y تربيع زائد 2y ناقص 11. نريد أن نكون مربع كامل، فنضع الواحد ونتذكر أننا قلنا ب قسمة 2 لكل تربيع فأصبحت واحد.
نضيف الواحد مرة أخرى بالإشارة المعاكسة، فستصبح لدينا المعادلة كالتالي: 4x تساوي y زائد الواحد لكل تربيع ناقص 12. لدينا 4، فنريد أن نتخلص من 4، سنضرب جميع الحدود في ربع، فستصبح المعادلة x تساوي ربع y زائد الواحد لكل تربيع ناقص 3. إذن الرأس في هذه الحالة سيكون سالب 3 وسالب الواحد. أما معادلة محور التماثل بعد وضعناها، نلاحظ أن وضعناها في الرسم، معادلة محور التماثل y تساوي سالب الواحد، نرسمها: البؤرة h زائد 1 على 4a، لأن المعادلة بالx، إذن الx ستكون مختلفة، فنقول h زائد 1 على 4a، والنقطة ستكون سالب 2. أما الكي فهي سالب الواحد، فأصبحت البؤرة سالب 2 وسالب الواحد، نضعها في الرسم البياني. معادلة الدليل x تساوي h ناقص 1 على 4a، فستكون المعادلة x تساوي سالب 4 بعد التعويض. طول الوتر البؤري هو مطلق 1 على a، إذن سيكون 4 وحدات نرى عند البؤرة، ونضع وحدتين لأعلى وحدتين لأسفل ثم نمثل بيانيا. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.